نكمل انا وياكم مع ضيوفي وضمن فقره لوب دكتور روبرت فخوري اخصائي امراض قلب وشرايين. دكتور فخوري صباح الخير. اها من قلب المستشفى طالع معنا صوته مش سامع صوته. ما عدنا طالعين من عمليه تمهيل. عسلامة ان شاء الله كانت. الحمد لله كثير الله تمام. اليوم موضوعنا هو عن التكنولوجيا الجديده اللي وصل لها علاج الامراض القلب والشرايين بالميل بالرسورات وبالبالون. يعني نحن بلبنان وين صرنا؟ هل صار اللي بيصير خارج لبنان بالدول المتطوره ونحن معروفين انه بلبنان نحن بلد سياحي طبي كمان بنفس الوقت، هل وصلنا لكل شيء تطور بهالعالم هذا عالم امراض القلب والشرايين؟ جوزيف بس اول شيء بدي اقول شغله انه مع كل التكنولوجيا وكل التطور اللي عم بيصير بعالم القلب بامراض القلب وبالتكنيك اللي عنا اياهم كلهم هلا بنحكي عنهم، بعد نسبه السبب الاول للوفيات بالعالم مش بس بلبنان عم بحكي هي امراض القلب، لانه بتصير فجائيه اوقات ما بتصير ضمن عوارض الواحد يقدر يحسب الحساب، لانه كمان الانسان ما ببلش يتعاطى مع قلبه بطريقه انه يتابعه كل الوقت مع طبيب. نعم لنقول السبب. نعم. في اهمال، في نحكي كثير عن الوقايه، ما حدا بيعمل وقايه، وبس تصير المصيبه بالقلب خاصه عند الشباب بتكون قتوليه، يعني ما بنلحق او قد ما بيلحقوا يوصل بالمريض. نعم. بغير كل الامراض في معك وقت ترجع توصل عند الحكيم او على المستشفى او تتحكم. نعم. بس القلب لما تصير الجرحى ما في معك وقت، عامل وقت هو ضدك وما بتقدر اوقات لا توصل او بيكون تاخرنا. نعم. كل شيء متوفر بلبنان، وين صرنا بالتطورات ضمن هالثلاث حالات اللي حكيناها بالميل بالرسورات وبالبالون؟ جوزيف نحن بلبنان مش ناقصنا شيء والله، كل شيء من الأطباء الكثير متمرنين وعندهم خبرة كثير قوية، من الأجهزة اللي بتشوفوا أنا هون طالع من مكانة من أوضة التمييل يلي هي أحدث مكانات موجودة، من كل الرسورات البالونات يلي العالم بتخاف منهم إنه معقول يكون صيني هندي بيحكوا عن كذا قصص بتتداول، يعني بسمع العالم شو بتحكي. عندنا كل شيء FDA approved، عندنا كل انواع التكنيك الجديده اللي هلا اذا بدك نحكي عنهم يلي بينعملوا بامريكا وباوروبا بينعملوا عندنا بلبنان. نعم. شو هن؟ اذا بدك نبلش من التمييل العاديه اللي موجوده عندنا بكل الطرق، من الايد من الاجر، كل التكنيك كله بينعملوا كلنا او كل الاطباء تقريبا متمرنين وعندهم خبره بهيدي التكنيك تبع التمييل. نعم. من الايد او من الاجر. نوصل للبالون والرسور كلهم موجودين، في انواع بالونات بالزمان لما يكونوا الشرايين كثير مكلسين يبقوا بنقول انه هيدا ما بينعمل له بالون او ما بينعمل له رسور. هلا في تكنيك موجوده بالبالون، اذا بدك نبلش بالبالون، في البالون بنقول له شوك ويف، هيدا كيف بتفجر البحص بالكلوي لما يكون في بحصه بالكلوي او المجرى الكلوي منفتتها. التكنيك قريب مش هي زيتها، بس انه منفجر ومنفتت التكلس الموجود بشرايين القلب تنقدر نفتحه وتنقدر يفوت البالون ويفوت الرسور، هيدي بنقسم لها الشوك ويف. هيدي تكنيك موجوده برا كثير هلا، عامله مثل اذا بدك نحكي بومينج، لانه اغلبيه الشرايين عم نشوفهم مكلسه، سو هيدي التكنيك كثير عم بتسهلنا. هل بتتكلس الشرايين من وراء الكوليسترول؟ يعني من وراء بيعلى الكوليسترول ولا من الستريس ومن الحياه؟ الكوليسترول هو احد الاسباب. نعم. احنا القلب ما في عندنا سبب واحد، عندنا عده اسباب بس تجمعهم مع بعضهم واحد زائد واحد ما بيطلعوا اثنين، بيطلعوا 11 عندنا. نعم. لانه الريسك بيصير اكبر بكثير، مشان هيك التكلس له عده اسباب، في انواع شرايين، في قصص وراثيه، الناس هن عندهم هيك وضع، في نوعيه الاكل، في نوعيه اللي الرياضه، السبور، الحركه، العمر، كلهم هودي عوامل بيؤدوا الى تكلس الشرايين، ونحن عم نشوف اعمار كبيره، يعني نحن عم نوصل لمعدل عمر مرتفع، سو عم نقدر نشوف تكلس بكثره عند هالعالم. نعم، طيب البالون باي حاله بينعمل؟ هل بس ينعمل بالون بده يركب رسوره، او اوقات البالون هو كافي لانه يفتح الشريان وتكمل الحياه الطبيعيه؟
مضبوط، اوقات كثير بالبالون احنا بنقدر نفتح الشريان، نعم، بس الدراسات كلها اثبتت انه من بعد ما تفتح الشريان بالبالون بس وما تحط رسور رح يرجع يسكر الشريان بعد فتره. الافضل هذا كله معتمد على الدراسات. نعم. احنا بنجربه كثير. نعم. انه ليك فتح هذا البالون كثير منيح الشريان، بنوقف ولا ما بنوقف، بنحط رسور او لا، نعمل دراسات كله مبني على دراسات بين انه اللي بس بالبالون رح يرجع يطبق هيدا الشريان ويرجع يسكر مع الوقت. نعم. افضل نحط رسور. نعم، التقنيات الجديده اللي صارت موجوده بلبنان اللي حضرتك عم تحكي عنها، ان كان بالبالون رسور او الميل، هل شركات التامين والضمان بيعترفوا فيها او كلفتهم عاليه على المواطن رح تكون؟ اكيد هودي لهم كلفه. نعم. لهم كلفة كبيرة. في بعد كلا التكلس كنا في تكنيك جديد قبل ما انك عشرك الاسيرانس والضمان، في تكنيك اسمه روتابليتر. نعم. هيدا مثل الخربل عند حكيم السنين اذا بدك، اللي بينقر وبيكسر وبيفتح التكلس الموجود بالشرايين. نعم. في تكنيك للسي تي او الكرونيك توتال اوكلوجن، يعني الشرايين بتكون الى فترة مسكرة كلسي، كمان إلى تكنيك بجايد وير. نعم. معينين بيقدروا يخرقوا ويعملوا ثقب ثرو هالجدار اللي بيكون معمول. نعم. هاو كلهم تكلفة طبيعي. نعم. هلا جهات الضامنة هون بيختلفوا بين جهات ضامنة بين جهة وجهة، بتعرف لبنان في تفاوت كبير بين جهات الضامنة. نعم. كان الضمان من 3 سنين لهلا كان كتير منيح، كان يغطي قسم كبير من هذه العمليات. هلا لسوء الحظ للاسباب اللي انا ما بدي فوت فيها، بس نعم. انه هلا ما بيغطي اكيد. نعم، بس عم بحكي التقنيات الجديده فايت فيها اساس الاسيرانس ولا حسب شركه الاسيرانس؟ حسب شركه الاسيرانس. نعم، حسب شركه الاسيرانس. لدي وقت بدي اجوبه سريعه منك دكتور. في الماشين اللي هي محل الميل اللي بتصور الشرايين من جوا، هل هي فيها تفرجي الصورة بشكل واضح أو لا الميل أوضح؟ ما في شيء محل الميل، الميل هو الجولد ستاندرد. بس نقول جولد ستاندرد يعني هو الفحص 100% رح يعطيك النتيجة. نعم. والمضبوطة. كروس كان عم تحكي عنه هو تكنيك منيحة. نعم. نعملها نحن عند اللو ريسك بيشنت. شو يعني اللو ريسك بيشنت؟ يعني اللي نحن منا شاكين انه يكون عنده أمراض قلب، بس نعم. عم ينوجع شاب. نعم. صبي. نعم. كم رسور بيحمل الإنسان دكتور قبل ما يوصل لعملية قلب مفتوح؟ قد ما بدك. ممكن ما في عدد معين. لا، انه بالمبدأ في ناس واصلة للعشرة 13. نعم. بس انه هودي فيري رير. قديش بيعيش الرسور بجسم الإنسان؟ مفروض كل حياته اذا الرسور نوعيته منيحة ومحطوط بتقنية مضبوطة مفروض يضل طول. نعم. الحياة. في الاتان قصدك يكون مطلي، هيدا المقصد النوعية المنيحة؟ كله مطلي من زمان كان في مطلي وغير مطلي، هلا ما بقى حدا، كل الدراسات اثبت انه المطلي هو الاضبط وكل العالم عم تحط له. الرسورات يلي بتدوب بقلب الشريان من بعد ما تفوت لجوا، هل تنصح فيها او لا ممكن ترجع يسكر الشريان؟ بالوقت الحالي غير متوفرة، مش بلبنان، بالعالم سحبت. استعملت بفترة من الفترات، صار عليها دراسات. نعم. عطت نتيجة منها، بس التقنية بدها تطور وفي شرك رسورات عم يشتغلوا عليها وقريبا رح يرجعوا يصيروا بالسوق. قديش نسبة الالدقال لازم تكون بجسم الانسان خاصة اذا مركب رسور؟ بلور ذا بتلر، هيدي معروفة، قد ما تنزل الالدقال قد ما يكون احسن، خاصة عند المرضى اللي عندهم بالقلب. هلا اذا عم نحكي شاب ما عنده مشاكل قلب، نقبل الالدقال بين ال 100 وال 130 هو الباد كوليسترول. نعم. الالدقال. هلا اللي عنده رسور او عامل جرحه بدنا ننزل اكثر، وكل ما ننزل تحت ال 100 وتحت ال 70 كل ما يكون. طب اذا ما نزل شو لازم ينعمل؟ في اوبر هلا عم بامريكا عم بيستخدموها، بتنشك بالبطن، بتصور بدوزاج معينه بالتغنيك عن دواء الكوليسترول، هل تنصح فيها وهل موجوده بلبنان؟ موجوده بلبنان، هودي بنعطيهم للعالم اللي ما بيتحملوا ادوية الكوليسترول، بيعملوا سايد افكت عليهم. نعم. من وجع اجرين او بيعلوا انظمات الكبد او السبكة، او اللي مع الدواء عم بيضل الالدقال عندهم عالي، بنلجأ لهم موجودين متوفرين. غاليين؟ طبعا طبعا طبعا، يعني ما بدنا شي كلمة هيك حلوة دكتور. شو هل لازم الانسان بعد ما يركب رسور يضل يعمل ميل لو ما حاسس بعوارض كل قد ايه؟ كل مريض
عنده حكيم بيكون عم بيتابعه هو لا. مفروض اكيد اللي حاطه الصور مش معناتها خلص بنساه وراح لا, لا. بيكون في تشيك اب كل سنه بده ينعمل ايكروس راستاز او تاليوم او سنتيغرافي يعني من قلنا ومن فتره لفتره لازم حكيمه يعد له الميتا يشيك لانه هذا زلمه معرض اذا اوريدي عمل ستانت معناتها معرض غير شرايين او للروست نودز يعني حضرتك من من الاطباء اللي بيتابعوا مع مرضاهم على التليفون وبترد على التليفون وكل هالقصص هيدي اهم شيء مجبورين اتس نوت تشويس ان ما بتنقى انت طبيب مجبور لكن خذ لي موعد انا بدي اجي لعندك تشيك اب ثانك يو شكرا لك دكتور نحن بدنا لقاء ثاني لنحكي بالتفاصيل اكثر اليوم بتعرف بسبب النقل من هون بين هون وبين الجنوب لبنان لضيق وقتنا ما قدرنا نحكي بعد التفاصيل اكثر بس بدنا لقاء ثاني منك دكتور روبيل فخوري اخصائي امراض قلب وشرايين شكرا لك شكرا